هم عاد الساعة 11 هجت رسمي. يا عيال بسرعة، من في الاستراحة؟ أنا جايكم. حتى الوالدة مجدولة. نوف يا نوف، من عندنا سلامات. وش فيس؟ ما فيني شيء. في حد قال من الضيوف شيء لس؟ لا ما حد قال لي شيء. أجل وش فيس؟ يا أخي أنا ما حد يسمعني، أمي وأبوي كبار بالسن ما يتفاهمون معي، وسليمان صغير ما يفهمني. وأنا وين رحت؟ أنت آخر شيء تفكر فيه أنا، يا نايم يا طالع. خلاص خلاص، هدي هدي مدمية على طب عرق. قولي لي ايش السالفة؟ قولي بنت حلال، انا اخوص فيس. يا اخي امي كل ما قلت لها شيء قالت لي لا، لا تسوين، لا تحطين، لا تروحين، لا تودين. وابوي يقول لي وينك ما نشوفك؟ انا فوق اذاكر، مو بقاعد العب. وش سمع كل ما مل جاي يطقطق علي ولا يسولف معي، انا ماني فاضية له، انا ابغى اذاكر. اختباري لحد صعب، ما ذكرت للحين. ام عاد كل ذا الزحمة علشان مذاكرة. خلاص يلا قومي غسلي وجهك والبسي عبادس. نبي نروح الكافي نتمشى ونرجع. ما ابغى اروح ولا ابغى اشوف احد. يا بنت حلال تقعدين هنا وانت مذاكره، خل نغير جو ونرجع. يلا قوم البس عباتس. توهم طلعوا، وش سويت فيها انت؟ وش دخلني انا؟ صياح دوافير. بسم الله عليك يا بنتي، والله اني كنت حاسه. يوم شكش وذي واضح من الروج انها المكفته. ماما اهلا لك، كل مره يجي هور مسوي كذا. عادات وتقاليد، شرفت انت. وخذي ذي بالمره. الحين دورك. انا وترى مع الدرس 5، تدرين يوم تخرجت من الثانوي العيال احتفلوا بي بالاستراحة وصدحوني مفطح، مع ان تقديري مقبول. ايه يضحكي كذا. والله انك غيرت نفسيتي يا عامر. يعني خلاص كل شيء تمام؟ ايه لا يغرك اللي صار، تران قوية. اقعد يا سترونج. ها ايوه وصل السلاح النووي. اسكت انت، خذي يا نوف. لا شكرا. خذي، ترى كله من عيونهم. وانت يمه كل ما احد صاح جبتي رسال. ما هو بشغلك، خذي يا نوف. لا يمه تكفين، ذي المره عفا. خذي قدامي غسلي فيها علشان ترجعين تذاكرين. على حسب، ذا غسال مين يعني؟ بتفرق، كلها سعابين. صادق. كلنا برك اعطيكو بلي. ولا تزعل يا صديق. ما يتي انت. استرح، الله يسعدك. لا تتحمس، الله يسرحك، لا تتحمس واجد. يعني واضح ومفضوح. ها كفتة؟ ما الحوار معكم. خلاص تكمل. ها انا بايت. يا عم شويات بنمشي زين، ما انتم طولين. الله يقلعك. في واحد خاش على عمتي حصه. بغيت اليوم اموت يا عامر لو ستر برم. يلا لا يطق لك عرق. لا تشبس. يلا يلا يلا. ايش فيه انتي بعد؟ اشك تضحكي. يلا لا بوم 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 شباب الدنيا. الخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. نضرب بيبان المستقبل الى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا ننام. الليل الصعبة تصبح سنة والمر حالي. I'm
شباب الدنيا. والفخر والعزة هم فرسان أكسر روتيني وأتمرن على الفراغ وأخرج وأركب وأطلب فكري من الدماغ لين العالم يا قفل فتها للشمال للشمال أكسر روتيني وأتمرن على الفراغ وأخرج وأركب وأطلب فكري من الدماغ لين العالم يا قفل فتها للشمال للشمال والفخر والعزة هم فرسان نضرب بيبان المستقبل إلى السحاب نسبح أكسر ريح وننجح ولا نهاب غير الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي إنما نبي إلا الشر ونقالها الله أن أشوف رقبة ولدكم تطير قدامي يا ولدي. شنو هذا؟ أرجع مرة ثانية. اسمع نبغى شلي عميق في معلش سوري معلش يلا. تسحب منك السلبية وتف عليك بالإيجابية. جيب يدك. ها والله كفو. سلم حبيبي. الله يسلمك. والله وش اللي ما تكفيك؟ والله اني داري اني اصبر سم. ثور انت قم يا رجال ما عندهم مهم سالفة قم. ويت ثورانت قم يا رجال عند الرسالة باي تجيبونه. ما شاء الله عليك يا يبا كل برامج التحليل الرياضي والدوريات تتابعها حتى الدوري السوداني ما وفرته. وش تبيني أسوي؟ أقفل التلفزيون وزابل خشك الله يسلم النعمة. مع أنك زبدت لي بس تمون لكن في معلومة أصدمكم فيها. وش فيك؟ خرعتني. أهدى من كذا يمه. مو بأي معلومة بقولها معناته إني أفلمت. قول وش فيك؟ بقول لكم إني أنا أنفع محلل رياضي حتى أسألوا عيال الاستراحة دائما أحلل لهم كل المباريات ويسموني شنيف الاستراحة. أنت محلل؟ والله حللك ويبيحك عساك تعرف الحكي. والله قوية لسه في جبهتك. يوم اشوف شو مرسلين في جروب خالاتي يقولون هذا خالي مساعد الله يرحمه. اشوف اي والله هذا اخوي مساعد الله يرحمه ويغفر له. تدرين كان من افضل شعار المحاورة في نجد. هذا مساعد الله يرحمه من اكبر الشعار وكنا نطارد شعره بكل مكان ومن حبينا ختمه. وشو يعني أخذتني لأنك تحب محاورات أخوي مو حبا فيني؟ قبت بينهم. أفا عليك أنت رأس المال يا أم عامر. أيوة الحين عرفت أنا ليش شاعر وفصيح ومثقف أثري طالع على خالي مساعد. أنت ما تجي ربع خالك مساعد. أنا شاعر مثلي خالي وبطلع شاعر مشهور إذا حصلت حفلة شعري دورني وتلقاني. أم عامر حتى الغدا بس سكب لك الوالد. سبعة وسبعين عطنا الشبكة. يا زماني وش أسوي يا زماني الفلوس شوية والهل كانتها.
الشعر واغوصي سبع بحور. وردت الشعر من خالي كتبت اسمي وعنواني. ايوه مسكت على محاورة. هذه مهم مسكة يا ورع، هذه وراثة. من وين لك وراثة؟ وانا ولد عمك ما جيت اليوم اكتشفت عيال ان خالي مساعد الله يرحمه كان اقوى شاعر محاورة، وانا طلعت عليه. ابلش دحين انت قررت تصير شاعر محاضرة؟ اما عاد محاضرة، درج انت درج اسمها محاورة. اللي هو مو انت كنت تقول انك موهوب في الكورة وافضل من سالم الدوسري وتسوي مراوح وحركات بس ما ادوك فرصة؟ طرقا عن خشمك محترف ولكن في ملعب المحاورة. يا ابوي انت كل يوم لك على مسكة، وانا اللي يقول ابغى اصير دي جي واسوي ريمكسات اغاني عراقية مع شيلات ومخطط على الميدل بيست ولا نسيت؟ انت واقف هيا 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 روح داور وافتح الباب يا شاعر الغفلة. بروح افتح الباب وبرجع لك وانتفك ببيت شعر حراق. سليمان أوه استبين يا أخي، أبوي وعامر تحت استنونك، يقولون في رجال انزل. يا ليل من بيجي العصر، أكيد ناس جايين يخطبونك كالعادة ترفضين. يا عم حنا جايين بنتعاقد مع سليمان يكون لاعب محترف في فالكنز، جالسين نشوف الولد لعيب وجالس يحقق بطولات ومستواه يتصاعد وبيكون ترى من أهم اللاعبين في السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. وشلون عرفتوا إنه لعيب وهو ما يلعب كورة إلا بالحوش؟ لا يا عم نقصد لعب إلكتروني بالسوني. إيه يعني أتاري. حتى أبوك يسميه أتاري. إيه كذا هم كلهم يسمونه أتاري. مش الموضوع أبا عاصي الولد لازم يكمل دراسته، ما فيها أتاري. لا يا عم إن شاء الله ما راح تتعارض مع دراسته، ترى أنا ألعب أتاري ومتفوق وتخصص هندسة شبكات. هذا كبرك وتلعب أتاري؟ حنا بنعطيه راتب 20,000 وبنتكفل بكل شيء له هو ومرافقة، غير فلوس التسويق والإعلانات. هذا اللي توظف قبل يتخرج. ها إلى الآن صامل على معصي. أوافق أوافق أوافق. يس أوف 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 أتحداك المكان البطل. وش ذا كله فالكونز؟ حياكم الله. أخيرا والله أخيرا يا عامر. وش اللي أخيرا تلاقينا؟ سلامات سلامات. اثقل يا ورع، هم يحبون الخفيف. أركض تفضلوا، هذا مقرنا، معسكرات والتدريبات كلها بتكون هنا. تعال سليمان أوريك مكتبك. أقعد يا البزر، مكتب حركات ها؟ وأنا وين مكتبي؟ صدق مالك مكتب؟ لكن أبد خذ راحتك، المكان مكانك. مشينا سليمان. أبوك الجحدة بس هو قال خذ راحتك. أوكي هذا اللي أبي أنا. آه والله بالدير 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 أتحدوك الكرم. أوف والله فلنا عيال. سليمان من اليوم بيبدأ معسكرك هنا، الاتحاد السعودي للألعاب الإلكترونية مسوي بطولة عندنا هنا، ومن شروط البطولة إن ما في أي لاعب قد شارك ببطولة رسمية من قبل عشان يدعمون المواهب ويطورونها، وأنا اخترتك عشان تمثل فالكنز. صدق؟ أبشر باللي بيض وجهك زلني. بالاستراحة يا أختي، مشوار من الدوام للبيت، كنت أجي هنا بدل أسرع. شوفي لو تفوتنا الرحلة بذبحك والله إنك أوفر، بقي 4 ساعات الرحلة وشان تفوتنا؟ أمشي. أخلصي. شهاب تعرك بالشنطة. وش التأخير يا بنات؟ ما صارت كله من ملاك. طب باقي شي جوا ولا خلاص؟ سلامات، لا يكون عزلته بس. أبشركم قاعدين على قلوبكم، بس مسافرين وراجعين. على وين؟ العلا. أخ صح الركعت والله ودعستوا. كم تبي تقعدون؟ 2 أسبوع. على هالشنط تقول تبي تقعدون سنة؟ أنا أخذت الاستراحة كلها وحطيتوها في الشنطة. أكيد بتفوتنا الرحلة. على العموم استراحتكم ذي بحطها في عيوني وبنتبه لها. هيه ولا تقرب منها ولا تجيها. يلا بنات تأخرنا تأخرنا. والله ما لكم عذر يا عيال، البنات شدوا حلت بعض، اتفقوا وخططوا وسافر، وانتم السنة الجاية، الأسبوع الجاي، الشهر الجاي. يا عيال من قال سفرة؟ يا ابويا تعرف نظامي، أنا ما أسافر إلا ميم ميم
والله يا عرف لكم ما ازرع بعسلان يا به خضار وساقي تسنك بسويسرا. يلا استلم. وش اسوي بذا المبزرة؟ خلاص انا من عندي قدام اللي تبيه معك. عيال تسمعون الصوت ذا؟ مو بسافر او دوله شكل الاستراحة اشتقت لهم. اكيد فاتتهم الرحلة. عامر شين انطقطق عليهم يجي احلى جدول. فطلبتك أبي أضحك لين بكرة. أبشر بي ما طلبت شيء. إيش بغيتوا؟ وين البنات؟ أقطع وخص. تستهبل أنت يا بوي. وين مي ومناهل؟ وأخر بس خلنا نتفاهم مع ذولا. وش مي ومناهل أنت؟ داخل مسرح موية؟ لا داخل هوشة. ايش فيه خلود؟ من دولي يا خوي. خير ان شاء الله. واحد اثنين ثلاثة اربعة. لا هذا ما نحسبه مرة ثانية. خمسة ستة سبعة. سلامات يا بوي. سبعة ضد اثنين. عادي يجيب العيال فزعة. فزعة؟ نكت انت وجهك؟ عادي نخسر جولة. بس ما نخسر معركة. صح ولا لا يا ولد العم؟ هلا هلا بس الحق على خياطكم يسكر. اترك عنك الخياط. الحين بنعرف السالفه الدوله. حتى انا ملابسي مشققه. انت من يوم كتابك مشققه يا ابوي. اكيد هذول مراقبين الاستراحه وعرفوا ان البنات مسافرين طبوا فيها. ومناهل ما ترد بعد. لازم نبلغ عليهم. هذول هم طال عمرك يحسبون الدنيا فوضى طبين على استراحه البنات يوم دروا انهم مسافرين. سم هذا العقد وفي توقيع المالك والمده وكل شيء نظامي. عامر عامر دقيقه دقيقه. انت يا ابوي شلون عطوهم المفتاح والبنات مسافرين؟ لا تقول لي مزبرين المفتاح فوق كفر السيارة. وش؟ قديم أنت. عطونا الباسورد ودقيناه ودخلنا. في منه شيء أنت؟ لا لا جاء حقه. هيا لا استرعيك تروح. وأنت يا عامر أباخذ بلاغك هذا بحسن نية، ولكن المرة الثانية لا تبلغ على شيء اللي أنت متأكد عنه. الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الآن. سوينك حطيت سيارته باسمي ودبسني بعشرين ألف. حطيت سيارته باسمي دبسني بعشرين ألف. هذا غسيل أموال يعني؟ راح يشترون مغسلة يا ابن الحلال. لو نداري قبل كان حذرتك منه. ترك لو يبي ذنب ما عطيته تحت موتر وباسمك. وش تبين أسوي؟ خوي وطلبني أقول له لا. غريبة مشاها عليك أساسا. أنا ما مشاها علي، مشيتها بنفسي. تبي تسويني سبق؟ تبي تسويني سبق؟ أحد جابرك تكتب سيارته باسمك؟ لا بس من مبدأ مال الخوي إلا خوية. خل الخوة تنفعك. بعدين أنا مالي شغل لا فيك ولا في تركي. أصلا تركي أنا ما شفته لي كم يوم ولا أدري وينه. طيب عندي لك رأي يا عم. ورا ما تنقل سيارته باسمك. ما أقدر أكتبها باسمي. علي إيقاف خدمات ومخالفات. حتى السيارة المعي مهي باسمي، باسم خويي. أيوة. وكم لها معك؟ 15 سنة. وما نقلتها باسمك؟ لا. وهو صاحبه ما قال لك شيء؟ ولا يقدر يقول شيء اصلا. ليه؟ لان في غيبوبه. تبي مستشفى الشماسي ولا ليمان؟ لا ليمان اقرب. انا اقول بلغ على السياره انها مسروقه وخل بقلعته. ترى اذا بلغت على السياره بيمسكون تركي ويسجنونه ويضيع مستقبل المساكين. بنزين ولا بنزين مستقبله؟ خلي يعرف ان الله حق. ابى عليك يا عامر، تبي تسجن خوينا؟ اي ينسجن. تحسب الدنيا فوضى؟ لازم وقف عند حده. ياهو أصبر له. وليه أصبر له؟ نحبه. وإذا نحبه تبين نسكت له؟ أنت أبخص. الموضوع فيه السجن، يعني إحنا أصحاب مجرمين، يعني مبلغ. مساء الخير يا عيال. هات المفتاح يا عامر. هاد ما توصل كيف فكر من المشاكل. صل على النبي يا عيال. خلوا يجيب المفتاح ولا ما يطلع سالم، لا هو ولا اللي يفزع معه. شفتوا؟ شفتوا يا عيال؟ يتهجم عليه قدامكم
ويبي ياخذ سيارتي غصبا عني مني. يحق له لاعب ابو لعب يمشي ويسمع على رسائل المخالفات. أبكون احسن منك عموما اذا انت والله خاطرك في سيارتي وحاسدني عليها. خذ هذا المفتاح ما يقلع عليك. طرقا عن خشمك ومن اليوم الى بكره ما تسدد المخالفات اعتبر موتك مبيوع. كفو عليك يا تركي، اثبت لي انه فلوس وسخ دنيا وانه الصداقه فوق كل شيء. السياره حق مين؟ فهمني. انت غبي ما فهمت؟ السياره مسروقه وعامر بيرجعها لصاحبها. أنا شكله تركي لأن السيارة باسمي وتركي هو. لا يا شيخ خذها وأنا مبارك. بعد ما افتتح العروب أوف 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 على ذا الكاميرات ناوي تنقلين الدوري الحين، بس خلي أحد يقرب لي كل شيء موثق. أكيد حتى النية بتطلعينها. إيه وبشكيهم بعد. أتحداك العم البطلة، أجل اليوم الفيلم 3D. وجهتك على اليمين. اي هذاك هو المحل. الله لا يخليني منك يا جوجل باب. الله لا يخليني. جهز ورق العنب اللي باسم حصة؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب، حسبي الله ونعم الوكيل. وش عليك منهم ذولي همج يطقون؟ وين ورق العنب بس؟ صالح جي شطة. ما يديه شطة، وكل يوم أكل شطة، بعدنا أنا مشكلة نبدأ بهمم. وراك ارتعت، دوك الحب حرداء أقوى من الشطة. صالح! وراك ارتعت محتار مع عشان اكبر من توم يا ولد. النشبه ذا يبيك هلا ام عاد، كنكم بادين بدري اليوم. يلا يلا جايكم، مع السلامه. اوف بسم الله الرحمن الرحيم. لعبت بحسبته، دخلتي بالصبه. انا ضاربه فرامل، المفروض هم اللي ينتبهون، ايش دخلني انا؟ لا يا شيخه، يعني اذا ضربتي فرامل يختفون. في اختراع اسمه مرايات ناظريها قبل ما تضربين فرامل. على قولتهم شرت الداش كام وضعت الفرامل. ترى جوجل ماب هو اللي قال لي وقفي ووقفت. اي صح، الغلط على جوجل ماب، المفروض يعلن يقول يا اخوان ترى عمتي حصه بتوقفت محل ورق العنب، انتبهوا اضربوا فرامل. تستهبل انت وخشتك. انت اللي تستهبلين، ترى غلط عليه 100%. انا استاذن. وين وين؟ ورق العنب اللي انا جبته؟ من ياكله؟ احس فيه ذنب ولا ودي اشارك فيه. لا يكون بعد انت جايبه ذا الفشار يا المتهوره. أقول اسكت بس يا البزر، ما بقى إلا أنت اللي تقيم سواقتي. بنزين السواقة، لو ما أنت عمتي كرهت بلغت الحين. أقول أنت بربس خطش نبك وقمت تتفلسف علي، قمت تتفلسف علي. يا راعي الونيت، يا راعي الونيت. أمش أمش قدام، ترى بلف أنا يسار. وش فيك وقفت أنت غبي؟ شو تناظر أنت أمش؟ أمش أقول شو تناظر وش تناظر، أفك عيونك الحين. وش مناسبة الكيكة؟ وان ذا بنذرك معي ترى كل شيء مسجل، تعرف بالقسم ان شاء الله وش فيه. امشي 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 امشي. ايش عليك؟ كلام فقاقة. لا اول ما قد سمعه حجي، خلها على الله بس.
انا ايه انت انا الحين لما خلاص قال لي انا ابو فوجي ايه فكر على ورق فكر يا شيخ فكر يا شيخ فكر يا ورق والله راسي صقع راسي صقع والله راسي طق 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 يلا كمل قربان هاليد وش بك انت بسم الله الرحمن الرحيم يا وليدي لنا نص ساعه واحنا نطق الباب انتم ما تدرون عنه ما شفتوها اليوم لا ما يا وليدي لنا نص ساعه واحنا نطق الباب انتم ما شفتوها اليوم ما يلا معلش يا وليدي لما مساعد الحنان أرامكو ريال مدريد برشلونة جيفندوس حلوة برافو والله حلوة يلا نظر بطل والله بطل والله بطل حلو والله يوم انت وعدتيني وجلس ذاك الليل نهار وبالخير تسعمون علي حرام يا ابو خالد يا ابو خاطر تعال ابو خالد تعال ابو خاطر اسماعيل واليوم ابو خالد يرحمك الله يهدينا ويهديك والله انا اللي فتح البيبان نمثل ابو طارق يا ساتر قاعد يقول نمثل ابو طارق الباب المشهد نفتح الباب وابو الجنه شباب الفم يا الخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان أكسر روتيني واتمرق على الفراغ واخرج واركب واطلب فكري من الدماغ لين العالم يقف وقفتها للشمال للشمال أكسر روتيني واتمرق على الفراغ واخرج واركب واطلب فكري من الدماغ لين العالم يقف وقفتها للشمال والفخر والعزة هم فرسان نضرب بيبان المستقبل إلى السحاب نسبح عكس الريح وننجح ولا ننام الليل الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي نضرب بيبان المستقبل إلى السحاب نسبح عكس الريح وننجح ولا ننام الليل الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي ألف موافقة لا نصحتهم مخسرة سيارات بس سبحان الله عنيد ما له إلا رأي ولا يسمع الحاسي قال كله قال صح صح بس إيش لا تدعسك أنت سيارتك تدعسين مين يا ماما تدعسين مين أيوه يا كبير ويمشي كده كده بنزيمة وعندنا جاي يولع في حراس الأندية كله وي يا ابوي ريح انتو بنزيمة حقك كريستيانو رونالدو معنا الدون سي يعني لولا الله ثم من هو كان ما اشتهر بنزيمة ولا نجم تبين اخاف منه ريح يا ابوي قوم يا واد الدوري اخذته من قدام عيونك
ومعاك المنتهي ده كريستيانو رونالدو بحجازي وبحمد الله كيف واحنا معانا بنزيما قطفنا ورود الصباح يا ابوي رجت امي اسمع انت هو السوم راجع يجدد المواجع يا قد ما ذا من وين طلع يا حبيبي قديم انت يا شيخ يقلع ابو الطموح يا شيخ العالم قلبينا باكجات فيفا بنزيما وكريستيانو وانت باقي صامل على السومة ترى لسه يسموه دوري جميل العالم تقضت وجابت لعيبة وحنا إلى الآن على إيقالو وماريقا وش السالفة؟ تبغوا بانيقا؟ في المشمش يا حبيبي يا حبيبي ترى ما يشجع الشباب إلا أنت وعيال عطيف ومتقطين بالسناب بعد الشباب هو الأصل يا هلالي يا عاق وقطفنا ورود الصباح وانا اقول ليش الدون البنز اثاريهم مخلين ميسي للهلال مسوي متفاجئ انت وجهك يا حبيبي هذا الهلال ولا ما شفت شيء بعد انا عقلي يقول لي في شيء غلط كيف مشيت علينا هذه هدوء يا جماعه دول انتم راح تشترون ان شاء الله لو سمحت اثنين بشت اسود مقاس اطفال حسابك 500 ريال وش اللي مخصمي انت تصرفنا كذا عيني عينك يعني ترى مقاس اطفال يا اخي يا اخي مقاس الاطفال اغلى من الرجال تبيها ولا ما تبيها لا 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 خلاص نبي العيون الفولقا وش اللي يجي 500 ريال بالحلال يا ابن حلال ما صدقنا انه يجي سم 500 بدون كيس بعد يا خوي عطني بشت عرس ولا ميسي ميسي القوة هالقوة لا بارك الله بالضعف عندكم كريستيانو بنزيما وعندنا ميسي يعني بطل العالم في فريقنا الدوري وآسيا وكاس الملك والسوبر بعد وكاس العالم 2025 في جيبنا أجل تبون ميسي يا الطواقي أنت وياها ميسي دق إشارة يمين وراح يسار ميسي سحب عليكم وراح أمريكا أي والله ما خليه أوريك أي نطفل فيه أي أوريك والله ما خليه وش تبي تسوي أنت بتدق على ميسي لا لا أبا بلك هذا فابريزي وسيف السيف يا بويا قم في أولك خلاص راحت عليكم زمن الهلال ولا وراح هذول جاهم الدون والبنز وإحنا قريبا هنوقع مع با محرز با محرز مين يا بوي ذا اسم فوال يا فقي يا فقي اصبر يا ابو فهرس يا ابن الحلال وجيه فقر ما تعود على نجوم عالميين يا ود ما تستحي انت دحين احنا صرنا الفقر انقهر زياده انت وهو اخذنا كولر قسما عنكم شيك لعل الفقر الصدقي كالعاده اي لاعب يبغى يتخلص منه الهلال يوديه للمستودع حقهم الشباب يا مرحبا عند شيخ يكرم طرد اي قلبه الله يحييك حي العامر تفضل الله يحييك حي قد ماسك من اللي اذن لكم تغيرون ديكور الاستراحه صل على النبي يا عموري وحشني الجو عاد هي سي شوفي انا كاتب ابغى اشوف وجهك تفتح عليك يا شيخ انا حبيبي الله يجيب ومن اللي اذن لكم انكم تغيرون ديكور الاستراحه صل على النبي يا عموري وحشني جو الفرمد فرمز.
شباب الدمية ضحكة والبسمة دام مرسومة على هالشفاه نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه شباب البوم دام للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان حنا الشباب المتفائل بدون نياز وصب حاجة جدا سهلة من الأساس خلق الألف الواقع عجبان حسب خيالي حسب خيالي حنا الشباب المتفائل عشر ألف وسوي اللي تبي. أنت ولا كلمة، كأنك مكينة بس تتكلم عربي. لا يا حبيبي الناس ما تحبك، تحب عامر. كيف؟ مرة شفته بالحلم عقب وفاته بسنة. صار على الحلم. قلت له يا بس. المسلسل بعدين شوف رمضان. شفته ليلة أرفع الفنجان بطارق شفت أبوي ليلة بالحلم ومرة شفت بالحلم عقب وفاته بسنتين ومرة شفته بالحلم عقب وفاته بسنتين ووصاني عليكم حتى عقب وفاته بسنتين وصاني عليكم مرة ثانية قال خواتك ممتاز عقب وفاته بسنتين وقال لي خواتك الله يرحمه الله ومرة شفت بالحلم الله يرحمك يا ابوي ويغفر لك انت الحلال الحين وش دخلت انتي هو تحرش فيه الحين ولا فيها النكبة انا ما تحرشت بحد توهقني انت خوي اعترف عليه يا راسي الغبا بنات خلونا كلنا نوصل لحساب البذر اللي تعدى عليها المريض كاتمهم يا بنت الحلال الحين وش دخلت انتي هو تحرش فيس ولا فيها يا النكبه ما تحرشت وراك لا انت عرفت احنا خلاص ما مسوي يا بنت الحلال الحين وش دخلت انتي هو تحرش فيس ولا فيها يا النكبه ما تحرشت بحد تبي توهقني انت ولا وش قاعد يقول كيف هو سوي ايش كذا يا بنت الحلال وش دخلت الحين؟ هو تحرش فيس ولا فيها؟ يا النكبة ما تحرشت بحد، تبي توهقني انت؟ اعقل. اعترف بخويا. سيارة سوالهم اي عمر. يا راسي الغباء، حتى سواقهم بيشتكيني. اقول ورا ما نروح نرجع راسي. انت وراك هلقة مع الشنف؟ لا. لا بس. طيب انا اوكي طب انا وراي ترى ما يضحك ها لو سمحت لو سمحت ما يضحك والله امزح معك الحمد لله بس قبل انا شاعر مثل خالي وبطلع شاعر مشهور هذه الاولى أنا عامر أنا بحر الشعر وغوصي سبع بحور أنا عامر أنا بحر الشعر وغوصي سبع بحور الله الله ورث الشعر يا أخي عجزت وش أصور ما في شيء ينفع صورت المكيف؟ إيه صورته بس ما لقيت له طاقة تنفع هذا شغلنا يا أخي مو بشغلك حنا نسمي صوته شحن بطاقة تبريد الخواطر هذه يا عيال أكثر صورة راح تنباع تعرفون البنات يعني يحبون الشغلات هذه بينهم كيد نسا نقية ومناقر كفو تروك والله أنك جبتها وبحط معها صورة الربابة وهذه وش نسمي طاقتها سماع الأخبار الإيجابية إيه لا داعي زبونة هذا جوال تواصل قنفذة قرنفلة مو قنفذة رد اشحن صوتك بسرعة نبي صوت ملكع ونصابة قرنفلة يلا ألو مساء الخير
أستاذة قرنفلة؟ مساء النور. إي نعم أنا. أنا مرة معجبة فيك وكلامك يريحني، أحسك ما شاء الله تعرفين كل شيء، أحسك عايشة معاي. حتى أنا والله ارتحت لك. فلاك ما عليش، اندمجت اندمجت. لا تندمج. ألو ألو. أهلين أختي، معليش الشبكة تقطع شوي عندي. وش سمي وش بغيتي؟ الحقيقة تقدم لي واحد ما شاء الله مهندس وسيم وعنده بيزنس وراتبه ممتاز وعمره مناسب لعمري وشهادته من أمريكا، بس مترددة ما أدري أوافق ولا لا. لأن بوت هذا ليته خاطبني أنا، قصدي وش حاسة فيه من ناحية. الحقيقة مو متأكدة إذا خريطة الفلكية متوافقة مع خريطة الفلكية. أوكي، برج الشمسي أسد وأنا الحمل، بهذه متفقين، بس زهرته العقرب وأنا الجدي، وأكثر شيء مخوفني المريخ، هو الجوزاء وأنا العذراء. هذا أول زواج لك؟ إيه طبيعي تصيرين عذراء. توقعين مريخ العذراء يتوافق مع مريخ الجوزاء؟ هي قصدها برج العذراء يا غبي. ابلش الحين، الطاقة لها دخل بالأبراج. يلا دبرنا يا مدير النصب. أنا تخصصي طاقة، أبراج أستغفر الله ما لي علاقة فيها. صالح يا ابن الحلال، انسخ بسعر عالي، خلها تنحاش ونفتك من هالسالفة. ألو. إيه يا أختي، خلاص أبحلل أبو خرايطكم 5000 ريال. موافقة. قال ها فقي وربي تحكم الزفت. درجة درجة. مع سختي الله يطول لي عمرك، خلاص ارسلي لي على الخاص خرايطكم، واللي اهم منها ارسلي لي اسم وعنوان اللي اختبص ونوع سيارته والدفع مسبق عن طريق الموقع، وترى عندنا ابو البي والمبلغ المدفوع لا يسترد. تمام حبيبتي. اوكي باي. هذا هو الموقع يا عيال، وهذا موتر لونه ازرق. هذا هو يا اخي، وش ترانا ترى ما بعد شفناه. سلام محمد. اهلا رفيق، كيف الحال؟ كويس الحمد لله. الا هو زي ما قالت البنت اسمه محمد. شكرا. ما شاء الله ما شاء الله، حنون ويتصدق. صالح دق على البنت وقل لها وافقي بسرعه. دقيقه يا ابوي، فوضى هي، الدعوه فيها ذمه، خلنا نشوف شو وضعها بعدين ارجع لكم. السلام عليكم. هلا والله. عليكم السلام. في بيت واحد هنا اسمه سعدون مطر عبد الجليل. سعدون مطر عبد الجليل؟ لا ما في احد بالاسم هذا. يا اخي مشبع عليك، وجهك مو غريب علي، وين شايفك انا؟ والله ما ادري، ممكن سبق التقينا. سبق التقينا؟ اوف سيارتك زرقاء، شكلك هلالي. لا والله لاني هلالي ولا شيء، ولا لي في الكوره اصلا، بس ان اللون عاجبني وشريت السياره. بعد اذنك بس باقي دقائق وتقام الصلاه، استاذنك بروح للمسجد. ما شاء الله، ترى كلنا بنصلي. يا عيال، فوق المواصفات الفل اللي قالتها البنت أمس، الرجال طلع كلامه مرتب وضرب وخلوق ويحافظ على صلاته بالمسجد ولا يشجع أي فريق، مما يعني أنه خالي من المشاكل النفسية واضطرابات المزاج. حلو، أجل يا صالح اتصل على البنت وعطها التقرير كامل، وعساك بتقولها المواصفات. مرة هدر، أنا بمشي على جوه، حفظت لي كلام أبراج وخرايط، حفظت وننت. كافو يا صالح. هلا أختي. أهلين قرنفلة. أنت تثقين فيني صح؟ طبعا أثق فيك وثقة عمياء بعد. ها طمنيني، خلصتي تحليل الخريطة؟ إيه بشرت، أنت ومحمد متوافقين في كل شيء، في البرج في الطالع في كل شيء، في كل شيء حرفيا، واكتشفت إن علاقتكم توأم شعلة. يس أخيرا حصلت توأم شعلتي، كنت متوقع اني راح احصله في حياتي، بس ما توقعت انه بيكون خطيبي. مره ثانك يو قرنفلة، احبك مره. يا حظ محمد، اتحداك التطبيق البطل. فول رجاله، فول بيبو، ديشا طمنا عليك. صباح الفول حبيبي يا بيبو. عامل ايه رايس؟ مبارك. يا عيال خلونا نجلس هنا، لا حد يعرفني ولا حد يعرف سالفتي. شفت اللي حصل في السعوديه؟ قول لي. بيقول لك في واد اتحرش ببنت ما اعرفش في بقاله ولا في دكانه. يا راجل اهو هو ده. ابلش عزمنا عيال يا راجل.
عادي نسوي سكيب لذا القسم. سكيب مين يا ابو سكيب؟ زي ما اجبرتني ادخل معك ذاك القسم والله تدخل معايا هنا. عامر لا تخاف، اساسا ذولي مشغولين بيومياتهم، ما اتوقع يدرون عن سالفتك. صراحة أنا جداً متعاطفة مع البنت، أكيد تأثرت نفسياً بعد الشيء اللي صار معاها. أنا أشوف إنه مخطأ، لكن تصرفاتي ما هي باللي. طالما هي طلعت من البقالة ولا قالت شيء، ما ردع نكبر المواضيع. الله لا يبلانا، تدخلون بأشياء ما يخصهم. قبل ما أتكلم على المقطع اللي انتشر، اليوم أنا جايبة لكم خصم مرة فظيع. هني على الدراسة، ترى وجه البنت حطها متحرش، ليه الظلم؟ هذا المتحرش. ايوه اجل مشغولين بيومياتهم ها يا محلل المحتوى. يا حظك يا عامر، ما توقعت انك مشهوره هالدرجه، لوني منك لستانس. لا يا شيخ، شايفني درج تسلك لي. لازم نعرف ايش اسباب التحرش وكيف تجيه الجرأة انه يتحرش في بنت في مكان عام. تكفى تكفى تهز الرجال، لا تسوي سكب، عندي لك عرض ياخذ العقل. تبي عطر يحشر ام اللي في المجلس ويكتم خشومهم؟ هذا العطر راح يميزك، ولو ما عجبك تقدر تسترجع فلوسك، تتصل علينا وفلقني ردينا عليك. وش تحتري؟ ارفع الشاشه فوق. صراحة شباب هاليومين صاروا مرة أوفر. يا أبوي العالم كله تترزق على حسي. واضح إنها مجي وغير واعي. أيوه خزلت والله، حتى أنت تسلفين عني. أنت هنا؟ غريبة، اليوم خليتني قفلة سنابك، بالعادة تحطين صورة تصبحون على خير. أهلا وسهلا بالكريم ابن الكرام. ايوه ايش عندك انت؟ بيض الله وجهك على فعلك الطيب، وابشر بمكافأة مني 50,000 ريال. اما عاد 50,000 وينها؟ هاتها. ما راح اعطيك اياها الحين لين ما اسوي لك عزيمه معتبره يحضرونها كل المشاهير ووجهاء المجتمع. لا يا شيخ، تبي تذلني وتصورني وتعلم كل خلق الله انك معطيني هديه؟ انا طالبك اللحيه الغانمه، انك ما تردها، واذا يعني ملزم تردها وما تباها اعطنيها. يا ويل قلبي منك ويلا يا اخوي، انت فشلتنا. ايه فشلتنا، يومك ما تعرف للعلوم والسلوم. اسكت. ايه يا قدمي هذا المكان مسحوب عليه من ايام اف اف. ابوك يا الغبار. هاي بالله عليك شيكلي على ريما المكحيل. اقعد. توها تنزل دموعك جعلها تكفير نوحي، الله يسامحك ما بي ادعي بلحظة غضب. اسلام يا جو الشأتات. في غيابك كل الملا عندي اغراب، ما حدنا بقربه ولا احد يبيني، لا تجرحيني. مسكين والله. يا طيب، مجلة فواصل قفلوها ولا باقي؟ راحوا وانا عايش وحيد لحالي. اكيد بيروحون وبتقعد لحالك وحنا بنمشي معك. الله خليك لحالك. ها الا قولوا لي متى الاجازه اللي بين النصفين؟ ما ادري عنهم، اسال عيالك هم ادرى. يبا تقصد بين الترم الاول والثاني ولا الثاني والثالث؟ يعني الحين ما تدري احنا باي ترم؟ انت الحين ما تدرين احنا في اي ترم؟ لا والله ما ادري. الحين ولا ما تردون علي، متى الاجازه؟ ما ادري والله، بس يقولون ان متروفيتش مصاب. ساعه المباركه اقصد. الله يشفيه الله يشفيه. يما بلاك فينك بيجون الرياض، عادي احضر حفلتهم. ما سمعتوا يقولون فيه قردين في الشفا اطمروا على ذاك البيت وعثوا فيه دور موز؟ ما دريتها. وشو عن؟ يقول هنا شاب داخل بقالة وطقه بنت، وشو عشانه؟ عشان حاسبت قبله وهو جايين قبلها. افا عسى ما تعورت. الا يقولون صك البنت على جبهتها، طلع لها صارير ثم طاحت على رف التونة. انا عاد هنا ملعبهم الافلام والبهارات. الله لا يوفقه. الله يرحمك يا صاحبي، تشاهد مدودو عليك. جعله السلال وجعله السخونه بعد.
جعلها الساحد والماحد ورصاص متلاحد وجعلها إن شاء الله يشوفها في خواته. آمين آمين. أيوة راحت فيها نوم. سلامات، تألفون قصص تدعون على خلق الله، طب اسمعوا مني أول. وش نسمع منك الداشر؟ هل حين تطق البنت وتهينها وتبينا بعد نسمع منك؟ أقسم بالله ما ضربتها يا عم. أنا كنت في البقالة وأنا ماشي كذا إلا أشوف الكاشير راح البقالة يقز بالبنت قز يقز فيها. أنا ناظر يا ولد هذا يقز ولا ما يقز، إلا هو يقز الزبدة. جاتني الحمية كذا وأنا اللي أخذ طرحتها وارميها على وجهها. قسم بالله ما مسكت شعرها، والله العظيم ما مسكت شعرها، أنا قصدي الستر والله العظيم. مهند، هاللبس اللي لابسه من وين شارينه؟ والله شريته من أوتلت سويسرا. سويسرا؟ ما شاء الله، متى رحتوا ولا علمتونه؟ الإجازة اللي راحت. هماس تقولين يا غادة أن ذا السنة محنا مسافرين رايحة أوروبا ومغبي علينا بننظل حنا مالت عليت وحاطتن برايفت ستوري علشان ما حد يدري. لا يا حبيبتي، حنا ناس شايفين خير. رجلي الله يطول بعمره العام مدري قبله أم ودينا لصلالة ومتمشين وشايفين خير، منا بنخبي ونحط برايفت ستوري عشان ما حد يشوف. توقع مو هذا موضوعنا يا حصة. وشلونكم؟ إن شاء الله بخير. وشلونك يا أخوي؟ تراني مشتاقت لك، واعذرني مرة أنا مقصرة معك. ما يجي منك صورة خيتي، أنا طيب وبخير والحمد لله رب العالمين. فيصل ومعاد جو. يس شوي شوي لا تطيحون. الله يصلحكم. بس انت وياسة جيتونا. معليش والله بطيت عليكم، رحلة زوجي الساعة 9 للمطار وقال مرة واحدة أوديكم لأهلكم. ما شاء الله، وين مسافر له؟ بابا مشغول مع الدوام، عنده انتداب في جدة، مديرة طالبة بالاسم. ايه مديرة، وانا ما خباكم معه. ما تسوى كلها يومين انتداب، يومين وويكند ما عمرها صارت ذي. ايش قصدك خلت حصة؟ ابد مو بقصدي شيء، اسأل يعني ما اسأل. نوف فدوى، ايش رايك تجيب معي فوق غرفتي؟ الله، انا مرة احب هالفقرة، بوريك فيلم مرة يجنن، بيعجبك بيعجبك اللي تبين. بس تعالي معي. حياكم الله يا خواتي، هذه والله الساعة المباركة والساعة اللي أشوفكم فيها في بيتي ينشرح صدري. هلا بك يا أخوي، الله يخليك لنا ويطول في عمرك إن شاء الله. أنت وصيت أبوي الله يرحمه قبل ما يموت، قال لي خواتك خواتك خواتك. الله يرحمه ويغفر له ويجمعنا معه بجنات النعيم. اللهم آمين. إيش في الوضع كله بحزن فجأة؟ عادات وتقاليد، الوالد قرر إنه يجمعهم في المنزل ويصيحهم دفعة واحدة. هذا آخرة اللعبة مطارة. مهند what happened baby؟ ماما والله هو اللي دفني. سعيدان هذا نذل، هاي هنا سعيدان ادواك عندي. هاو حطتها في ولدي ساعده ضعيف. اذكر الله يا اخوي الله يهديك، الحين توك تقول ان وصيه الوالد لك الله يرحمه. ابوي وصيني فيك، ما انتم ما هم عيالكم الهمج. خلص يا ابو عامر، ما صار الا كل خير. يا ميري ميري تعالي كنسي الارضيه. عامر ورا ما تاخذ بالبزارين وتلعبهم بالحوش عشان ما يصجون اخوي. سلامات، شايفتني مهرج؟ محشوم يا ولد اخوي، وهي صادقه الصغار يحبون يطلعون معك وما يسمعون الا كلامك. انا وسليمان وسعد فريق وانتم فريق، اوكي؟ اوكي. يلا الدقه. من اولها كذا. انا بروح اجيب الكوره. وين يا ابوي؟ ما عندنا ورعان يطلعون الشارع. انا بروح اجيبها ولا احد يلحقني، اوكي؟ اوكي. اوصل للكوره قبل عامر؟ حدا زاد. امسكوا عيالكم يا اخي. المعذره يا الغالي، ما قلت لكم لحد يلحقني. امس والله ما تعودها. امشي قدامي. لا لا خلاص يا عامر، اسم الله. خير خير ان شاء الله. وش فيه يما؟ عامر طقني وجعني وجع قلبك
الحين ان شاء الله، وش فيك على ولدي؟ ولد جني وبثر وما يسمع الكلام. انا وابوه ما طقينا، تجي انت تطق ولدي؟ والله يا خالي عم طق وكذا طخ. كذاب. خير ان شاء الله، وانتوا عازمين عشان تطقون عيالنا؟ مهند ماما حبيبي كم يو هاف تو واش يور هاند، ذا دينر از كامينج. يلا. حاضر ماما. مهند المدلل ما ينطق، بس عيالي أنا وجوار هم اللي ينطقون. لو سمحتي لا عاد دخل ولدي في مشاكلكم زين؟ دينر is coming يعني أني ولدي يدرس في مدارس عالمية، مالت عليت وعلى ولدت. الله يخلي لها، محترم ومؤدب مو مثل ذولا. ذولا طالعين عليك يا لشهب. وأقول لك يا أخيتي، يوم إن حصلنا العماير ولا راضي ولا ملاك للوالد الله يغفر له ويرحمه. هو عندنا شيء غير عمارة الشميسي؟ إيه أبشرت يا أخيتي، عنده خير خير من الله. عنده طال عمره أرض زراعية في الجلة حول المزاحمية، وعنده فلة في تبوك، وعنده محطة بنزين في الحوطة، لا وعنده أرض تجارية على شارع التحلية. ويوم بحكنا وحفرنا وشفنا الكاش والسيولة اللي عنده، لقينا عنده حول 36 مليون. وليه ما كنا ندري؟ ليه ما علمنا ان عنده فلوس؟ كان الحين ما خويت شكش وكفته وعزوز، ولا رحت الاستراحة اللي شاهي صديق كله سكر. كان الآن مخاوي عيال الراجحي، واروح مزادات عقارية، واطلع بسناب الدريم، ويقول لي يلبى كبدك وكبد بيك وجدك. الله يرحمك يا جدي، الله يرحمك ويحللك ويبيحك. بس هذا وش يبي ذا؟ هالحين انت اللي بتعرض ولا امك؟ هقول انثبر، اجلس بس اجلس. إيه صح، مالي دخل أنا. أوكي استمر. وأقول لك يا أخيتي، يوم سوينا صك حصر الإرث وكلفنا محامي معتمد علشان يقسم التركة، طلع نصيبة 6 مليون، وهذا شيك مصدق وبسمت. الله يجزاك خير، تعبناك معنا. يا أخي وش دعوة، هذا حق واجب وحقت هذا حقس الشرعي. يلا فمن له. وين رايح؟ تخدى معنا. ودي ودي والله يا أخيتي، لكن عندي أشغال اللي فوق رأسي. عندي أخت منيرة بروح أمرها في الشفا وبعطيها حقها، وعندي أخوي خالد بمره في السويدي بعد وأعطيه حقه. ما ودي أخرهم كثر ما أخرناهم في إجراءات صك حصر الإرث، فمن له. الله يعطيك العافية. يلبى كبدس وكبد بيس. هلا والله من ام الكاش، اطلخ يا ام عامر، سبت من الاغنياء. هلا والله بام قدس. وش هو قدس؟ هو بالقدس وانت ام قدس. اجلس اجلس. خلاص فضحتنا بين الجيران، كلهم دروا. يمه عجبك وضعي الحين؟ ما غير متسدح بالاستراحه، لا شغل ولا مشغله. هذا من رداك، انت ما تبي تتوظف. ما لقيت نفسي بالوظيفه. ما شاء الله، أجل وين تشوف نفسك؟ في مجال المال والأعمال، بس تعرفين يما اليد قصيرة والوضع دميرة، وأنا فكرت قلت ما لها إلا أمي، توها وأرثة 6 مليون، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. فقلت لو أعطيتيني مثلا 300 ألف ما بضر الشيء، وأوعد سوعد نهاية السنة أردها لس دبل. لا ترجعها دبل، رجعها مثل ما هي. يعني شلون أخذها وأرجعها لس نفس ما هي؟ وين اللي يقول مال وأعمال؟ عز الله انك توفقت. لا لا امزح امزح، بس انت هاتيها. انتم شفتوا اللي سبته مي، بغى ياخذ منها 50 ألف لولا ما تدخل تركي، هذا غير الاثنين اللي سبوه واشتكاهم. الوضع عيال صار كذا، استفز الناس بدون ما يمسكون عليك ممسك قانوني، واذا سبوك راح اشتكهم واطلب المبلغ اللي تبيه، وبعد شهر او شهرين ابد عندك عمارة تجارية. ها وش رايكم يا جماعه نسوي حمله توعويه ننبه الناس من السب فيها؟ ايوه انبعجت السالفه. مخرب راتبك غبي انت، ما تفهم حنا الحين ما صدقنا على الله الا قيلنا مشروع جديد تقوم انت تقفله في وجهنا. يا اخي وش فيكم يا عيال؟ كم مره قلت لكم كم مره قلت لكم الا قطع رزاق يا عيال. حنا لازم نستغل درعمه الناس وتصرحهم بالسب والشتم، ومن وراهم نطلع قروش. واللي غلط يتحمل، حنا ما اجبرنا احد على الغلط. يا عيال لازم نتحد ونتعاون علشان مشروعنا ينجح. واي مشروع عشان ينجح
يحتاج له تضحية ولا لا يا شوكو شوكوفتا؟ يجي انتو تبغونا انا وكوفتا نخرج برا الموضوع عشان ما نخرب مشروعكم بغبائنا. هو شيء جميل انك اعترفت بغبائك، بس تراك فاهم العكس مرة. انتو كوفتا اساس المشروع. احنا؟ كيف؟ الله يا كوفتا، وش ذا الرزة، وش ذا الكشخة، صدقني صورتك بتكسر الدنيا. عادي اسوي لك حركات. ايه نحتاج الحركات، ورنا. وش رايك فيها؟ زي الزفت، بس هذا المطلوب، استمر. ها وش سويتوا انتم؟ تبغى ابتسامة ولا بدون؟ ايه ابتسم. يلا 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 يلا. والله يا هو السست، بيجيك كمية ذب لا نهاية. أهم شيء أنت عزوز ركز، لو تشك بنص كلمة سب صور الشاشة على طول. عفا عليك يا عامر، محسوبك راح يقفطهم لك تكفيط حب قلبك. شفت الكوميديا دي؟ راح أطلعها من ظهوره. يا شباب، كفتة وشكوش يسوون لنا توكيل أنا وعامر، وحنا نرفع القضايا ونجيب حقوقهم، والفلوس نتقاسمها بيننا. قولوا تم يا عيال. تم. على كل من تضرر في نفسيتي وما راح اسامح في التنمر علي. خلاص صجيتنا عاد. خلاص خلصنا؟ ايه. ياوا كل واحد تنمر علي واي احد اساء لي، تم حصر جميع الشتائم من قبل المحامي، واللي اهله ما ربوه القانون يربيه. ابي حزن اكثر. حزن؟ خلاص كذا حنا بناكل القضيه.